وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة الدكتور أحمد برعي المحلل السياسي. دكتور أحمد، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى تعد هذه الخطوة نهاية الانقسام الفلسطيني؟ مرحبا بك بداية وبمشاهدينك الكرام. يعني السجل التاريخي للحركتين، حركة حماس وحركة فتح، في الموضوع المصالحة منذ عام 2007، في ذلك العام الذي حدث فيه الانقسام، شهدت الحركتان مراحل متعددة في موضوع المصالحة، بداية من جدة واتفاقات مكة، مرورا باتفاقات القاهرة وتوافقات الدوحة، ثم الشاطئ، ثم الآن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متفائل هذه المرة، لأن ما يحدث في الإقليم وما يحدث في موضوع الصراع بين حماس من ناحية ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ومحمد دحلان، هذا التنافس لابد في النهاية أن يحدث، أن يفرز توافقا بشكل من الأشكال بين حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة أن حسب ما أعلن عنه الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك توافق أمريكي وإسرائيلي للحصول أو للوصول إلى توافق بين حركة حماس. لذلك الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة متفائل، لعل وعسى أن هذه العشر سنوات العجاف تنتهي بالتوافق برعاية مصرية. برأيكم أستاذ أحمد، ما السبب وراء هذا التغيير في موقف حركة حماس؟ بالنسبة لحركة حماس هناك عدة أمور تضغط عليها، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، إغلاق المعبر، يعني كل هذه الأمور تضع حركة حماس في الزاوية، لم يعد أمام حركة حماس العديد من الخيارات لكي تقدمها. الشعب في قطاع غزة يعاني معاناة حقيقية، يعني مثلا موضوع الكهرباء، موضوع رواتب الموظفين، الأزمة الاقتصادية الخانقة فعليا على أرض قطاع غزة تجبر حركة حماس أن تبحث عن حلول. لذلك كان التقارب مع محمد دحلان، استضيف محمد دحلان عبر فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، أيضا بثت كلمته في المجلس التشريعي، وهو الذي طرد من قطاع غزة وطرد من حركة فتح. كل هذه الأمور تبين أن حركة حماس في مأزق حقيقي، وتحاول بشتى الطرق الوصول إلى مصالحة، سواء عن طريق محمود عباس أو عن طريق محمد دحلان. هي تمد اليد لمحمود عباس منذ 10 سنوات، لكن يبدو أن القرار السياسي في الضفة الغربية في يد محمود عباس لم يعد في يده حقيقة، هو لا يستطيع أن يخرج عن المنظومة الأوروبية والمنظومة الغربية. مؤخرا لابد حتى المنظومة الإقليمية والمنظومة الأوروبية في مأزق حقيقي، لأن الجميع يبحث عن خليفة محمود عباس. الرجل تجاوز 85 من عمره، فإن مات فجأة من الذي سيخلفه؟ سيترك فراغا وشاغرا دستوريا وفي الحكومة الفلسطينية. هذا المأزق الحقيقي الذي يدفع المجتمع الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي أن يبحثوا عن آلية ديمقراطية لتبييض وجوههم أمام المجتمع الدولي. لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الذي يدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة. ماذا سيقول للناخب الأوروبي إن ذهب محمود عباس؟ كيف سيأتون برئيس؟ وبالتالي ما الخطوة المقبلة أستاذ أحمد برأيكم؟ يعني تحديدا كيف ستكون علاقة حركة حماس بمصر، لا سيما وأن السلطات المصرية هي الراعية للاتفاق؟ يعني هو في البداية هذا السيولة التي تعم المنطقة بشكل عام، أنا كأحد المحللين الذين يقرؤون السطور وما بينها، أعتقد أن لا يمكن أن نضبط ما الذي يحدث من توافقات وأن نعتبر أن هذا ميثاق شرف وأن الجميع سيلتزم به. مصر تريد أن تقدم نفسها كقوة ناعمة في المنطقة، لا يزال لها تأثير في القضية الفلسطينية، وهي قضية محورية بالنسبة للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص. هي تريد أن تظهر أنها لاعبا أساسيا. طيب، لذلك قدمت لها حركة حماس حل اللجنة الإدارية، هذه خطوة كانت ترفضها حركة حماس، لكن عندما ذهبت إلى القاهرة أعلنت عن ذلك، وهو يعتبر كأن حركة حماس تخطب ود الحكومة. طيب، المصرية. أستاذ أحمد، ما مدى تأثير هذه الخطوة على الأوضاع في القطاع؟ يعني ربما سنشهد انفراجة للوضع هناك في حال زارت حكومة الوفاق القطاع وبدأت بمزاولة مهماتها.
يعني في الجميع يتأمل ذلك، لكن هناك فرق بين ما ترغب به وما يمكن أن يحدث. أنا لا أعتقد أن هناك انفراجة حقيقية ستحدث بشكل يبهج الفلسطينيين أو أن الحصار سيرتفع فجأة. سيحدث هناك بعض التسهيلات إلى حد ما، وينظر في القضايا، لأن هناك قضايا مفصلية لم يتم الحديث عنها. إلحاق موظفي 2005 بسلم الرواتب في السلطة الفلسطينية، موضوع الأمن ومن يسيطر على وزارة الداخلية في قطاع غزة. هناك العديد من القضايا العالقة التي تختلف برنامج المقاومة عن برنامج المفاوضات، وهل إسرائيل رفعت الفيتو أمام محمود عباس ومصالحته بحركة حماس، أم أنها تبقى أن مصر تريد أن تلعب دورا خاصة بعد التدخل التركي وزيارة محمود عباس إلى أنقرة، وأن حماس تريد أيضا أن تستفيد من الصراع بين محمد دحلان ومحمود عباس. كل هذه الأمور لا تزال العلاقات متشابكة، ولا يبدو أن الأمور واضحة بشكل كامل، وأن الأمور العالقة قد تم التوافق عليها. الدكتور أحمد برعي المحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.